منذ صدور قرار إخلاء سبيل الإرهابي ميشيل سميحة، واللبنانيون لم يستفيقوا بعد من هول الصدمة. ردات فعل عدة أتت من مواطنين غاضبين على أداء القضاء العسكري الذي اعتبروه لم يلتزم تحقيق العدالة بملف سميحة. قطع للطرقات في بيروت مستمر منذ ليل الخميس بشكل متقطع، على ضمير المسؤولين عن إطلاق سميحة إلى الحرية التي لا يستحق يستيقظ. ففي قصقص وتحديدا أمام جامع الخاشقجي أحرقت النفايات على الأوتوستراد استنكارا قبل أن استخدمت القوى الأمنية سيارة من فوج الإطفاء لإخمادها، وعملت على فتح الطريق بالاتجاهين، وكعادتهم عمال سوكلين قاموا بالواجب. المشهد ذاته تكرر تحت جسر الكولا، حيث قطع شبان الغاضبون الطريق وأحرقت مستوعبات النفايات، ما أدى إلى زحمة سير، ومن ثم أعيد فتحها وأخمد عناصر فوج الإطفاء النفايات المشتعلة. استنكارا لقرار إخلاء سبيل المجرم ميشيل سماحة، نشهد في أوقات متفاوتة قطعا للطرقات داخل بيروت، في وقت يأمل فيه اللبنانيون أن تعود العدالة إلى نصابها. من قصقص غنوة أبو دلة، تلفزيون المستقبل.